الجنوب ليالي تلقى فيها برد وشمس شمس تروح من الغروب دودة 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 بدأت الحدودة جديدة ومش متعادة مع ابن بطوطة دودة 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 بدأت الحدودة جديدة ومش متعادة مع ابن بطوطة هتلف شمالها جنوبها غربها شرقها تعرفها قرات العالم هتشوفها أنهارها جبالها بحورها وتروح لشمالها جنوبها غربها شرقها تعرفها ومن البطوطة وقالها الجغرافيا كل جمالها هتعلمنا حاجات وهنفهم ونلف في الدنيا تحلى خايفة الكنغرو شارلي يكون في خطر ما ظنش لأن أعدائنا خطفوه عشان يستفيدوا من شهرته لازم نحرره بسرعة فعلا هو محتاج بيئة معينة يعيش فيها مش بتقول زرعين تحت جلده شريحة تعقب ما كده نقدر نحدد مكانه للأسف الشريحة ليها مدى معين 50 كيلومتر بس أبعد من كده ما أقدرش أرصدها غالبا أعدائنا مش هيخرجوا من استراليا بالكنغرو يعني خطتنا بتتلخص في التحرك في كل الاتجاهات لحد ما نلقط إشارة الشريحة مساحة استراليا كبيرة جدا لاحظوا ان الكنغرو محتاج أرض خضراء يعيش فيها مش هيعيش على سفينة أعدائنا صح يا ملك المفروض ندور على مكان فيه حشائش يعني نبحث في المناطق القريبة من الأنهار والبحيرات العذبة ولازم يكون مكان بعيد عن الناس لأن أعدائنا عارفين كويس إن لو حد شاف شارلي هيتعرف عليه ابتدينا نضيق مجال البحث نهر موراي مكان مناسب يحتفظوا فيه بالكنغرو أنا جاهز يا قمطان المواقع الإخبارية والفضائيات هتعمل زوم على وشي وبعدين هنسأل الكنغرو ها؟ يلا تصوير أهلا بأعزائي المشاهدين نلتقي اليوم مع الكنغرو الشهير شارلي هنعرف منه حكايته أحلامه وطموحاته الكاميرا دي شكلها مش بتصور ما أنا عرفتك بتشتغل إزاي بتعلق والصورة مزجللة شوية ده احنا لسه شارينها السنة اللي فاتت أصلها وقعت مني واتهبدت جامد على الأرض للأسف بوظت الكاميرا يا شاكوش أمري لله هشتري واحدة جديدة بس هو الكنغارو راح فين ايه ده كان هنا من شويه تعال تعال بسرعه ندور عليه قبل ما يبعد تعال احنا عدينا على مزارع مواشي كتيره جدا تعرف ان استراليا تاني دوله في العالم بعد الصين من حيث عدد رؤوس المواشي الموجوده فيها العدد تقريبا وصل 126 مليون راس ماشيه عام 2006 وده خلاها اول دوله في العالم في انتاج الصوف وطبعاً الطقس والأساليب الحديثة في التربية ورعاية المواشي ووجود المراعي الطبيعية المنتشرة في كل مكان عليهم عامل كبير المراعي بتمثل 54% من مساحة الدولة لأن المساحات دي خصبة وبيتوفر فيها المية طول السنة والمية طبعاً بتيجي من المطر المطر اللي بيتجمع في النهاية في سورة الأنهار استراليا فيها 5 أنهار مهمة زي نهر موراي وهو واحد من أطول الأنهار القابلة للملاحة في العالم
وطوله 2375 كيلومتر وموقعه جنوب البلاد. النهر الثاني في الأهمية هو نهر مورومبيجي، ثاني أطول أنهار استراليا بطول 1485 كيلومتر. النهر ده بيتميز بحياة برية ثرية، خاصة الطيور البرية والديك الرومي والبانديكوت والإيمو. فعلاً أغلب الكائنات في استراليا مش موجودة في أي مكان تاني في العالم. ده سر تميزها. اتكلمنا عن نهرين، لسه ثلاث أنهار. نهر دارلينج وطوله 1472 كيلومتر، ونهر لاكلان وطوله 1448 كيلومتر، ونهر واريجو وطوله 1380 كيلومتر. ده بيخلي استراليا دولة زراعية من الطراز الأول، بصادرات وصلت لأكتر من 300 ألف طن من الفواكه والمكسرات والخضروات. غير اننا بنحتل مراكز متقدمه على مستوى العالم في الزراعه زي زراعه البرتقال والتفاح والموز والكستناء والبطاطا. احنا هنفضل طايرين كتير لحد ما نلاقي اشاره شريحه التعقب المزروعه في الكانجرو. انا لقطت الاشاره. يعني احنا قريبين من زلطه وشاكوش. فين مكانهم؟ 50 كيلو في اتجاه الغرب. دقايق ونكون هناك. شفته داخل من هنا يا قمنطان الغابات. اوه، انت لففتنا الغابة كلها ولسه مش عارفين نلاقيه. اكيد هرب من هنا. خلينا ورا الكذاب. شارلي اهو. ايوه شايفه، واضح انه هرب من اعدائنا. كويس انه نجي من الاخطار الموجودة في الغابة. اطمن، غابات نيو ساوث ويلز بتتميز بالهدوء الشديد. طيب انا هدور على منطقة مكشوفة تقدر السفينة تشوفنا منها. مش هتلحقوا. وقف عندك. اختفوا تماما. انا اقدر احدد مكانهم باستخدام شريحة التعقب. هربوا من الناحية دي. يلا تعالى اما نطاردهم. المفروض يكونوا هنا، احنا ليه مش شايفينهم؟ دي شريحة التعقب. ايوه، واضح ان اعدائنا خمنوا وجودها. احنا كده عاوزين معجزة عشان نلاقيهم.